الاهتمام بقضية عاشوراء وبقضية سيد الشهداء صلوات الله عليه سبب لنجاتنا بإذن الله في الدنيا والآخرة. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه الذي كون هذه الحوزة العلمية التي تجدونها في قوم. هذا كل يوم كان عنده بحث بحث علمي يلقيه على طلابه. قبل البحث كان يقول للخطيب انه اقرا مصيبه سيد الشهداء. يقرا المصيبه ثم يبدا ببحثه العلمي. في يوم عاشوراء او في ليله عاشوراء كان يخرج مع المواكب مع انه كان المرجع الاعلى في حياته. كان يخرج مع المواكب مع الافراد العاديين لا طمن على صدره وعلى راسه بعض قالوا له شيخنا هذا الوضع مو مناسب معك كمرجع اعلى قال انا كل ما عندي انما هو ببركه الامام الحسين صلوات الله عليه الشيخ عبد الكريم الحائري له قضيتان إحداهما أنه أوشك على الموت في قضية مطولة جاءه ملك الموت ورأى ملك الموت أو أعوان ملك الموت جاء لقبض روحه في كربلاء كان في ذاك الوقت فتوجه الى سيد الشهداء صلوات الله عليه وقال الموت حق وفي يوم من الايام يجب ان نموت جميعا ولكن انا الان يدي خاليه ما عندي شيء كيف افد على ربي بيد خاليه وتوسل بسيد الشهداء واذا بالملائكه يرجعون من حيث اتى كان الشيخ يقول انا كل ما عندي من البركات والتوفيقات في حياتي انما هو من عطاء سيد الشهداء صلوات الله عليه العلامه الامين رحمه الله عليه ابنه ينقل مؤلف الغدير رايت والدي بعد وفاته في هيئه جيده وفي مقام جيد فقلت له يا أبه من أين وصلت إلى هذا المقام؟ قال وصلت إلى هذا المقام ببركة زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه قلت له الآن العلاقات بين إيران والعراق متوترة قبل حوالي ثلاثين عام هاي القضية وأنا ما أتمكن أن أزور سيد الشهداء كثير منكم أم لعله يحبون أن يزوروا ولكن لا يتمكنون من ذلك إن شاء الله الأوضاع الأمن يعود إلى المؤمنين في العراق إلى العراق وإن شاء الله كلنا نوفق لزيارة تلك العتبات التي اذن الله ان ترفع. فماذا نفعل؟ قال عليكم باقامة مجالس سيد الشهداء. واحد يقيم المجلس في بيته. واي ببركات تجدون هذه البركات.